المهم المشاركه ديالي في مسلسل جنين هذا كان من اقتراح ديال المخرج اللي هو صديق ادريس الروخ، كان كيعرفني لان اشتغلنا في اعمال اخرى، اعمال عالميه، في افلام عالميه اللي كتصور في الجزائر اشتغلنا، واشتغلت معاه في مسلسل قبل اللي هو هبال الريح، كان داز في القناه الثانيه. ملي عيط عليا حكى لي القصه وحكى لي الشخصيه اللي غنلعبو داك الشيء، وكان التصور ديالو على الشخصيه جميل جدا، قنعني والحمد لله، وبدينا وراكم شفتوا النتيجه، يعني النتيجه اللي كان الناس كلها عجبتهم، لان البيرسوناج مخدوم. دريس هو عارف شنو كيدير كمخرج، كنحيي من هذا المنبر لان راجل متمكن من ادواته، تبارك الله عليه، تعلم يخدم. فملي تيعطيك دور ملي كيعطي لشخص معين، ممثل معين كيعطيه دور، تيعرف كيكون عارف شنو كيدير.